انا بغيت تبدل الخريطه سير بدلها على ارض الواقع، ماشي تحقر على لعبه. لعبه لا امر لها، ما عندهم حتى علاقه بداكشي. سير بدلها على ارض الواقع، ياك ما عجبتك ديك الخريطه اللي اعترف بها ترامب، سير بدلها على ارض الواقع، ماشي تحقر على لعبه. وتحيه للعابه ديالنا كان، تحيه لجميع المسؤولين المرافقين اللي الوفد البركاني على الرجوله. ومن ما بقاو نفسروا داكشي الموضوع صافي مشى. الكاف عطات التعليمات ديالها ان الفرقه تلعب بالخريطه كامله، والخريطه كامله راه عندنا حنا شادينها. بغيتو تبدلوا لها دخلوا ليها، الا عندكم شي صح عندكم شي صح سيروا للخريطه، راه قدامكم، راه قطع دوز الجدار انت فاس فاس مع الخريطه. اليوم راه هذا الموضوع تجاوز اليوم مشكل جمهوريه القبائل المعلن عليها، 12 مليون قبيلي يعلن الجمهوريه القبيليه، هو الموضوع اللي بدا دابا. تحفر لي حفر حفره شيخ المؤمنين، خوه المؤمن يطيح فيها. سفيني البروبليم، هذيك راهي خريطه في تريكو كتصبن دائما وكتعاود، ولا قدامة تعاود نصاوبوا تريكو واحد اخر مايو عاود نعاودوا ليها نصاوبوا الملايين من الخريطه. الا كان غير ديسان ساهل بحال الزليج اللي كطبعوه، حنا كنصاوبوا انتم كطبعوه وكتقولوا حنا موالين الزليج، والقفطار كتصوبوا العقادي بالكولا. والله يا خويا وباز على ديك التصنطيحه وباز على ديك التفرعين. المهم الخريطه راه كاينه، راه من طنجه ومن وجده ومن السعيديه للقويره، وسيروا بدلوها الا عندكم شي جهد، الا عندكم شي قوه ضاربه سيروا بدلوها على ارض الواقع. اما تحقر لي على لعاب وتقول لي بونات با لا بيانفوني ريفولي، وتقطع عليهم الماكله وتمنع عليهم صلاه الجمعه وتحقرهم، هادي ما والو، هادي هادي اضحوك، العالم كله يضحك. سير اخويا طلع، روح روح روح، شور غادي كينا، اطلع الخريطه الفري وبدلها لا قدرت تبدلها. اما اللعاب تحقر عليه دائما، تحقروا على ناس قتلتهم بالسعيديه، مساكن لابسين غير جيلي با جيلي ديال السوفتاج ديال البحر، قتلتوا الناس في الحدود، دخلتوا الاكليم ازيك قتلتوا ابرياء، كنتوا بكري كتختطفوا السيفين مساكن وكتقدموا على اساس انهم جنود، وكل اربعاء تجيبوا لنا جروب قال لك نخلي الزطله الحشيش. معروفين بالغدر، معروفين بالعمليات الجبانه، معروفين بها. اما المواجهه وجه لوجه ما تقدروش عليها، لانكم المغرب عطاكم طريحه في عده في عده في عده في عده مقابلات وديه، مقاله واحد مقاله زوج مقاله ثلاثه مقاله اربعه مقاله، ولا تيرماتيزاسيون كوليكتيف ديال شنقريحه والزاق وبين زران تيفاريتي والمحباس وجبال قرقر وجبال العرقوب. طالله وهاي الخريطه خويا، الخريطه سير اخويا لك الصلاحيه، الى قدرتي تبدلها على ارض الواقع سير ليها، وطلق من اللعابه الابرياء اللي كيمارسوا الرياضه واللي عندهم ديك الخريطه موافق عليها من طرف الفيفا والكاف، وقبل من المقابله اجتمع الوفدين والفريقين متفقين على اللون اللي غادي يلعبوا به، والشعار اللي غيكون في المايو جو المايو ديال الرسمي، متفقين على ان بركان تلعب بالابيض او ربما الابيض غالبا او اللون اللي عندها البرتقالي بالخريطه والدحميس، وهما يلعبوا بالاحمر اللي ملحين عليه ديال العاصمه ولا شي حاجه. ولكن دائما كنقول لك الا كان عندك شي بوفوار اجي بدل الخريطه على ارض الواقع، ماشي تحقر على اللعابه تمحنهم. ايوا هاني اني جمهوريه القبائل والقبائل 12 مليون ان شاء الله سيعملون على تحرير هذيك الارض الطاهره والحقيقيه، هما اللي عندهم تراث ديالهم لا يشبه الاخرين، وعندهم هويه وعندهم تاريخ وعندهم رموز تاريخيه، عندهم دي ليجوند، عندهم هيستوار، عندهم ارض وعندهم لغه وعندهم، وما كيتشابهوا معاهم والو، اوكين غوسومبلونس بين لي زالجيريان ولي كابيل. ولو كابيل كيقول لك فرحة مهني، فخامة الرئيس فرحة مهني كيقول لك ان كابيل ني با فورسيمون ان الجيريان، ان الجيريان ني با فورسيمون ان كابيل. ايوا الله مع الله مع الناس الحقيين المعقولين الذين لا يعتدون على احد ولا يتدخلون في شؤون الاخرين. والجزائر اش دخلها في هذا البوليزارو؟ اش دخلها في هذه الصحراء؟ وما لهم محروقين وجندوا الاعلام وجندوا المثقفين وجندوا الرياضيين، هاشتاغ 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 مع ليزما مع كذا، بحال ما شنو واقع؟ ما شنو واقع لك اخويا؟ راك في تيران ديالك غادي تلعب في الماتش ديالك،
الاعلام ديالك كلشي ديالك اش بغيتي. اللهم الا بغيتي الماتش حنا ما عندنا غرض، حنا الماتش كنلعبوه نعتبره غير رياضه، حنا ما لا نستغل كره القدم لغسل دماغ المغاربه. لا كاس افريقيا ما عندنا غرض به، عندنا غرض في التنميه المستدامه وتحسين وضعيه المواطن المغربي والعيش الكريم، التقدم ثم التقدم، محاربه الهشاشه هي كاس افريقيا عندنا، محاربه الفقر هي كاس افريقيا عندنا، محاربه الظلم هي كاس افريقيا، محاربه الرشوه والزبونيه، محاربه الظلاميه والتطرف، محاربه الجهل والاميه، محاربه هذا هو التهميش، هذا هو كاس افريقيا اللي عندنا. لا درنا هادشي هي ربحنا، وتبقاو لنا على خير، وديما مغرب.